بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. احنا ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات ريد الارت لاب. ده الفيديو رقم 116. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي، بس قبل يا جماعه ابتدي اناقش بشكل مختصر ايه اللي كنت بقوله الفيديو اللي فات. اتمنى ليكم قراءه الفاتحه لوالدي المتوفى البشمهندس رؤوف الجنيدي وهو جميع امواتنا جميعا. كنا بقالنا 28 فيديو بنتكلم على وثيقه اسمها سي اي اس كريتيكال سكيورتي كنترولز فيرجن 8، وهي بتتكلم ازاي تأمن نفسك ضد الاختراق السيبراني، وكنا خلصناها تماما. كانت اخر نقطة في الوثيقة دي كانت النقطة رقم 18، وهي خطوة اسمها اجراء او تجربة اختراق او حاجة اسمها penetration test. تمام، الوثيقة دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، وبتقدمها مؤسسة مشهورة جدا في مجال الامن اسمها Center for Internet Security، وهي مؤسسة غير ربحية معنية بكل ما يختص بالامن، امن التطبيقات، امن الانظمة، امن الشبكات. امن التطبيقات ممكن تلاقي مثلا منزلة توصيات لتأمين الادوب ريدر، امن الانظمة زي تأمين الويندوز 10، الويندوز 11، ويندوز سيرفر، تأمين الشبكات زي تأمين مثلا عندهم الفاير وول، تأمين السويتشات، كل الكلام ده كله الوثيقة دي او المؤسسة دي انا اسف بتقدم توصيات مكتوبة في بي دي اف تقدر ان انت تستعملها في تأمين اي حاجة عندك في الشبكة. وببساطة بتخش على الموقع بتاعهم اسمها cissecurity.org، تخش تعمل لك اكاونت او حساب، وبعد ما تعمل الحساب يبتدي يديك كل بقى توصياتهم تخش تنزلها حسب ما انت عايز. طيب احنا خلاص خلصنا الوثيقة دي، وكانت اخر نقطة فيها المرة اللي فاتت كان حاجة اسمها penetration test او اجراء اختراق. معلش كنت نسيت نقطة معينة بس كنت عايز اتكلم فيها. قلنا ان اختبار الاختراق ده ببساطة ان انت بتأجر واحد ممكن يكون من جوه المؤسسة بتاعتك، يعني حد من موظفين الاي تي، او من بره المؤسسة بتاعتك ممكن يكون شركة او ناس متخصصين، حاجة بيسمى ethical hacker او hacker اخلاقي. ده راجل باختصار انت بتقدم له الثغرات اللي عندك. احنا قلنا قبل كده ان في عندي سيستم لكشف الثغرات، خلاص كده. فانت بتجيب الهاكر ده او الراجل انت مأجره من بره تقول له لو سمحت انا عندي الثغرات دي عايزك تحاول تخترقها وتقول لي هتوصل لفين من الثغرة دي بالظبط. هو بيحط نفسه مكان الهاكر. طب انا بعمل كده ليه؟ عشان اعرف الثغره بتاعتي دي ممكن تخسرني قد ايه وممكن تضرني قد ايه، او الهاكر هيوصل فيها لفين من الضرر. خلاص، دي اسمها penetration test. كنت قلت المره اللي فاتت انه السي اي اس بتقول لازم يحصل اختراق داخلي واختراق خارجي. انا قلت اختراق داخلي واختراق خارجي، ده افتكرت يعني الاختراق الداخلي ده ان انت تخلي موظفين من جوه مؤسستك هم اللي يعملوا الاختراق. تمام، وافتكرت ان الاختراق الخارجي ده ان انت تجيب ناس من بره تعمل لك اختراق، خلاص كده تعمل اختراق على شبكتك. هو الموضوع مش كده بالظبط، هو قصده اختراق داخلي يعني يتم اختراق شبكتك من الداخل، سواء بقى انت تم اختراقها بمعرفه موظفين من جوه المؤسسه او تجيب ناس من بره تخترق شبكتك من جوه. تمام، والاختراق الخارجي لا، الاختراق الخارجي ان انت ممكن تخلي موظفين الاي تي من عندك وهم مثلا في بيوتهم يحاولوا يخترقوا الشبكه بتاعتهم او شبكه الشغل من بره، او ان انت تاجر حد يخترق شبكتك من بره. يعني القصه كلها يا جماعه ان لازم يتم الاختراق من جوه المؤسسه والاختراق من بره المؤسسه. دي بس النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها. طيب ايه النقطه اللي هنتكلم عليها النهارده؟ النقطه اللي هنتكلم عليها النهارده هي ازاي ان انا امن الويندوز فاير وول. خلاص، ايه الويندوز فاير وول باختصار يا جماعه؟ لما بتيجي بتسطب الويندوز بيجي مع حاجه اسمها جدار ناري، ويندوز فاير وول. ده موجود في الويندوز 10 والويندوز 11 والويندوز سيرفر، بيجي مع تطبيق الويندوز او بيجي مع سيستم الويندوز، بيبقى جاي معاه فاير وول او جدار ناري. خلاص، الجدار الناري ده مؤسسه الدفاع الامريكيه او وزاره الدفاع الامريكيه منزله توصيات ازاي ان انت تعمل له او ترجلشه او تظبطه بحيث ان هو يبقى اقوى في الاداء. خلاص كده، ان انت ازاي ان انت تقوي اعداداته، واحنا اتكلمنا فكره تقويه الاعدادات قبل كده، ازاي ان انا الاعدادات الضعيفه في الفاير وول اقويها، والاعدادات الاعدادات الضعيفه في الفاير وول اقويها، والاعدادات اللي ملهاش لازمه اقفلها. فهو بيجيب لك هنا وزاره الدفاع الامريكيه بتديك توصيات ازاي ان انت تامن اعدادات الفاير وول، او ازاي تقوي اعدادات الفاير وول، او ازاي تقفل الحاجات اللي ملهاش لازمه في الفاير وول. طيب بداية كده، بداية الكلام التوصيات بتقول انه إيه تقفل، او انا من خبرتي العملية الويندوز فاير وول بنقفله على السيرفرات. ليه بنقفله على السيرفرات؟ لانه بيعمل مشاكل كتيرة جدا. على ابسط الامثلة اللي واجهتني في حياتي العملية، ان دلوقتي لو انت عندك دومين كنترولر خلاص ومفتوح عليه الويندوز فاير وول وعايز تجون مكنة الدومين، ما بيحصلش.
طالما الفاير وول مفتوح على الدومين كنترولر، اي مكنه تحاول تجاون الدومين ما بتعرفش. اول ما تقفل الفاير وول الدومين كنترولر الدنيا تشتغل. فنصيحه او كبست براكتس او انا كان بيتم في الشغل عندي القصه دي، ان احنا بنقفل الويندوز فاير وول على السيرفرات ونسيبه مفتوح على الاجهزه العاديه واللابتوبات. طب واحد يقول لي كده السيرفرات مش متامنه. لا يا باشا، السيرفرات متامنه. ليه؟ لان احنا واخدين اجراء تاني على السيرفرات دي ان ما بتطلعش انترنت. خلاص، طب هيتم اختراق ازاي طالما مفيش انترنت على السيرفرات؟ ادي رقم واحد. رقم اتنين، انت عندك هاردوير فاير وول زي الفورتي جيت او السوفوس، فده يعتبر خط الدفاع الاول. خلاص، ده بالاضافه ان احنا قلنا كل السيرفرات معلهاش انترنت، بس مسموح بانترنت في سيرفرين، السيرفر بتاع دبليو سوس اللي هو ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس، وده سيرفر بيخش موقع مايكروسوفت يجيب تحديثات كل انظمه مايكروسوفت وهو ياخدها يزقها لكل الناس عندك في الشبكه. ده لازم يطلع انترنت، وده ممكن تفتح عليه الفاير وول. خلاص كده السيرفر ده. وسيرفر تاني هو مثلا كاسبيرسكي سنتر او مكافي سنتر، ده سيرفر مسؤول ان هو يكلم موقع مكافي او موقع كاسبيرسكي يجيب تحديثات الانتي فايروسز دي ويزقها للناس عندك. يبقى نفس الشيء، السيرفرين دول مسموح لهم يطلعوا انترنت ومسموح ان الفاير وول يبقى شغال عليهم عشان يحميهم. ودول السيرفرين بس اللي يطلعوا انترنت، لان دول لازم يطلعوا انترنت. خلاص، فبالتالي يا جماعه كبدايه كده الويندوز فاير وول يتقفل على السيرفرات ويتفتح على المكن. طيب دلوقتي وزاره الدفاع الامريكيه قايله لك ايه في موضوع التوصيات ان انت تامنه ازاي؟ يعني احنا هنتكلم دلوقتي على تامين الويندوز فاير وول على المكن العادي مش على السيرفرات. طيب خلينا نشوف توصيات وزاره الدفاع الامريكيه في المجال ده بتقول ايه. خلاص خلينا نشوف، هو بيكون كلهم يا جماعه 21 توصيه باختصار شديد يعني، وكلهم صغيرين جدا وان شاء الله مش هناخد وقت في ان احنا نشرحه. ادي يا جماعه الادفانس فاير وول سيتي. خلاص نفتحها كده. بصوا، اول توصيه بيتكلم ان انت لازم تفتح الويندوز فاير وول على الدومين. طيب يعني ايه نفتح الويندوز فاير وول على الدومين؟ لو جينا بصينا على الويندوز فاير وول، الويندوز فاير وول بيبقى عنده حاجه اسمها ثلاث اعدادات بيستعملهم في اماكن مختلفه. لما تبقى في البيت الفاير وول بيشتغل بشكل، لما تكون في الدومين الفاير وول بيشتغل بشكل، ولما تكون قاعد في كافيه عليه انترنت واي فاي ببلاش بيشتغل بشكل. خلاص، يبقى الفاير وول عنده مقسم نفسه ثلاث حتت: دومين بروفايل وانت جوه الشبكه في الشغل، برايفت بروفايل او برايفت نتورك ده لما تكون انت في البيت وشغال دي اس ال او حاجه، واخر حاجه جيست اور بابليك نتورك. خلاص، دول او جيست بابليك ده لما تكون قاعد على كافيه. خلاص، هنا وزاره الدفاع الامريكيه بتقول لك لو سمحت افتح لي الثلاثه دول، افتح الثلاث اعدادات دول. الله، طب واحد يقول لي طب ما انا قاعد جوه الدومين يبقى افتح ثلاث الدومين بس؟ لا يا باشا، هو الراجل بيقول لك افتح الثلاثه. يبقى هتفتح الفاير وول على الدومين وعلى البرايفت وعلى البابليك، عشان احتمال لو انت معاك لابتوب هترجع بيه البيت يبقى الفاير وول شغال على شبكتك اللي في البيت، ولو تقعد على كافيه يبقى برضو شغال على شبكتك اللي في الكافيه او شبكه الواي فاي الفري في الكافيه. يبقى باختصار هنفتح الثلاثه دول، هنفتح الفاير وول على الثلاث اعدادات دول: اعدادات الدومين واعدادات البرايفت واعدادات الجيست او اعدادات البابليك. قلنا الدومين اللي هو الشغل او الدومين، البرايفت اللي هو شبكه البيت، البابليك اللي هي كافيه عادي. طب بفتحهم منين؟ ببساطه ممكن تروح على المكنه تقول له تيرن اون فاير وول. خلاص اهو، وهنا تفتح اهو تيرن اون وتيرن اون، ده لو على مكنه واحده. طيب افرض بقى انا عايز افتحه على المكن كله، يبقى هروح اعملها عن طريق جروب بولسي. طب اعملها من طريق جروب بولسي منين؟ هتروح سعادتك كده وتروح فاتح هنا، هنفتح كمبيوتر كونفيجريشن، هنفتح سكيورتي سيتنج، ويندوز ديفندر فاير وول، شايفين دول؟ هنقول له ايه؟ ويندوز ديفندر فاير وول بروبرتيز. خلاص، هنا عندك دومين بروفايل، برايفت بروفايل، بابليك بروفايل، فاير وول ستيت هنقول له اون. كده يبقى انا فتحته على الدومين، وكده هنا هفتحه على شبكتي اللي في البيت، وكده هنا هفتحه على الشبكه بتاعه الكافيه. خلاص، يبقى ادي الثلاث حاجات اللي المفروض نعمله. طب كويس جدا جدا جدا، ايه بعد كده؟ قال لك بعد ما تفتحه خلاص هتعمل حاجه اسمها بلوك انكومينج كونكشنز. طيب خلينا نقول الفاير وول ده عامل زي بوابه بيسمح ان حاجه تيجي من بره تدخل على الجهاز، والحاجه اللي من جوه الجهاز تطلع بره. خلاص، بوابه، اللي بيطلع من الجهاز يطلع بره لازم يعدي على الفاير وول، واللي بيجي من بره يخش للجهاز لازم يعدي على الفاير وول. خلاص، هو بيقول لك الانباوند كونكشنز، يعني الحاجه اللي جايه من بره داخله الجهاز الانباوند كونكشن عامل لها بلوك، مفيش اي حاجه تيجي من بره تخش للجهاز. خلاص، ده على مستوى الدومين، المستوى شبكتك اللي في الشغل او اللي في البيت او اللي في الكافيه. طبعا ده يعتبر يعني شيء
مش منطقي. ليه؟ لان انت مثلا جوه في الشغل عايز تخش مثلا على فولدر متشاير على الفايل شير، او انا مثلا كراجل اي تي عايز ان انا كونكت على المكنه دي، انا قاعد في مكتبي وعايز اكونكت على المكنه دي، فيبقى انا كده في اتصال من مكانتي رايح للمكنه دي عشان اكونكت عليها او عشان اخش عليها، فبالتالي ده برضو هيتمنع لو ده معمول له. بصوا اهي بلوك باي ديفولت، يعني كده لو اي حاجه جايه الجهاز هتتقفل، مش هتشتغل. يبقى ده غلط، لازم ان انا ادي شويه استثناءات. الكلام ده بينطبق على شبكتي اللي في الشغل، وشبكتي الخاصه اللي في البيت، وشبكتي اللي هي بقى بابليك او بتاع. طب ايه بعض الاستثناءات دي؟ اقول لحضراتكم بعض الاستثناءات دي هننفذها جوه الدومين. ده الكلام ده جوه الدومين. في البيت بقى او في الكافيه بتختلف العمليه. انا شايف بصراحه ان في الكافيه لازم تكون حريص جدا، يعني اقول له انا مش عايز اقبل اي حاجه من بره، خليك حريص. انما احنا بنتكلم على الاستثناءات لبعض الحاجات جوه الدومين، يعني ايه اللي انا ممكن استثنيه من هو يحصل ان انا اتصل، او ان الانكومنج كونكشنز او الانباوند كونكشنز اللي جايه للمكنه، مين اللي مسموح له ان هو يبعت رسائل او يتصل بالمكنه بتاعتي؟ خلاص بيبقى في حاجه اسمها، في بعض الخدمات حاجه اسمها ويندوز مانجمنت انسترومنت. دول ثلاث حاجات، يعني باختصار دول بيسمحوا لي ان اقدر انا كونكت على المكنه. خلاص يعني انا كراجل اي تي لو عايز اكونكت على المكنه لازم دول يتفتحوا في الفاير وول على اي مكان عندي في الشبكه او اي سيرفر عندي في الشبكه. يبقى هنعدي الثلاثه دول، ويندوز مانجمنت انسترومنت، الثلاثه دول. خلاص طيب، وفي برضه استثناءات ثانيه، الفايل اند بريد شيرنج. لو انا دلوقتي عايز انه المكنه بتاعتي تقدر تكونكت على فولدرات على الفايل سيرفر، يبقى لازم ان انا افتح الفايل اند برنت شيرنج على الفاير وول، لازم اعمل الكلام ده. يبقى ده برضو استثناء تاني. او هتلاحظوا الفايل البرنت شيرنج، خلاص فايل اند برنت شيرنج، كل ده فايل برنت شيرنج. خلاص طيب حلو قوي. وبعد كده حاجه اسمها ريموت سكيدول تاسك. يعني ايه ريموت سكيدول تاسك؟ يعني انا ممكن انا كراجل اي تي ككريم عايز اخش على المكنه عن بعد، خلاص، واعمل عليها تاسك او اعمل عليها جوبايه تتنفس كل فتره وفتره. يبقى لازم تكون دي الخدمه دي مفتوحه عشان الفايرول، او اقول للفايرول عدي لي الخدمه دي. حاجه اسمها سكيديول تاسك. والريموت ديسك توب لازم انا اسمح له برضه ان هو يفتح خاصيه الريموت او خاصيه التواصل عن بعد، لازم الفايرول يسمح لي بكده. يبقى ادي سكيديول تاسك وادي ديسك توب، ريموت ديسك توب، تمام ريموت ديسك توب. وحاجه اسمها ريموت سيرفيس مانجمنت، كلها ليها علاقه بالاتصال عن بعد. يعني الاستثناءات اللي بنقولها للفايرول عشان يسمح بدخول ناس على الجهاز بتاعي، تمام، بيبقى ثلاث حالات. ريموت لو انا عايز استعمل ريموت كونكشن عشان اخش على الجهاز، او عايز اخلي الجهاز يخش على ملفات، او ان انا عايزه يعني هي فكره الريموت بشكل مختصر، او انا دايما بسمح بحته الريموت والفايل شير، دول الاثنين دول المهمين عشان انا اقدر اكونكت على المكن عن بعد واقدر اخلي الجهاز بتاعي يخش على فولدرات متشايره على الفايل صفر. خلاص طيب يبقى ممتاز. يبقى احنا كده دلوقتي وزاره الدفاع الامريكيه بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انه نفتح الفاير وول على الدومين، ونفتحه على البرايفت نتورك، ونفتحه على البابليك نتورك، مفيش اي مشكله خالص. ادي اول ثلاثه. رقم اربعه، لازم ان احنا، هو بيقول لك بلوك ان باوند كونكشنز، ما نسمحش باي اتصال يحصل من بره على الجهاز بتاعنا. خلاص مفيش اي اتصال، قلنا ده في استثناءات. انا افتح الريموت لو انا عايز اكونكت ريموتلي من بره على الجهاز لازم يتفتح، والفايل شير. خلاص الكلام ده هيتعمل على الدومين، وهيتعمل على ثانيه واحده كده يا جماعه، الدومين هيتعمل على الدومين. خلاص كده هيتعمل على الدومين وعلى البرايفت وعلى البابليك. خلاص الدومين والبرايفت والبابليك. خلاص كده ان انا اسمح بالريموت، خلاص كده، او اسمح بعض الخدمات انه الفايرول يعديها. طبعا يمكن في البابليك ممكن تكون انت لو في كافيه ممكن تكون عايز تقفل الحكايه دي، او في البرايفت نفس الشيء، بس هي في الدومين اساسي لازم ان انت تسمح بالاستثناءات اللي قلنا عليها. طب ده بالنسبه اللي جاي من بره داخل على المكنه. طب اللي طالع من المكنه طالع بره، يعني دلوقتي المكنه بتاعتي عايز تكلم موقع، يعني عايز تكلم موقع على الانترنت، او المكنه حاجه اسمها اوت باوند كونكشنز. الاوت باوند كونكشنز من المكنه لبره، مش من بره للمكنه، اللي طالع من المكنه لبره ده مسموح بيه. مسموح بيه الاوت باوند كونكشنز مسموحه. يعني ايه؟ تعالوا كده اهو، لو نلاحظ، لو جينا فتحنا كده في البروفايل قلنا انباوند كونكشنز بلوك، لا احنا مش هنعمل بلوك، هنعمل استثناءات. طب الاوت باوند العكس بقى، اللي من المكنه لبره قلاو. خلاص هنا وهنا
وهنا في الثلاثه دول خلاص. يبقى انت هتسمح بالاوت باوند كونكشن تمام، هتسمح بالاوت باوند كونكشن يعني اتصال من جوه من المكنه لبره، انما اللي جاي من بره للمكنه هو هنا بيقول اعمل له بلوك، واحنا بنقول هنعمل استثناءات وقلنا الاستثناءات دي ايه خلاص. يبقى هنا هنعمل ده هنا وده هنا وده هنا خلاص، وده برضو اللي بتقوله وزاره الدفاع الامريكيه ادي هنا اهو، وده نفس الشيء اوت باوند قلنا عليها. طيب احنا قلنا بالنسبه لموضوع الاوت باوند والان باوند، طيب الفايرول يا جماعه بيسجل اللي بيحصل فيه فلوج زي ما الويندوز بتسجل اللي بيحصل فيها فلوج، فاللوج ده له حجم، عايزين نحدد الحجم ده، الحجم ده عايزين نحدده، نحدده على مستوى الدومين والبرايفت نتورك والبابليك نتورك على الثلاث مستويات، يسجل وهو جوه شبكتي ويسجل وانا شبكتي في البيت ويسجل في شبكتي الشبكه بتاعه الكافيه خلاص. طب خلينا نشوف هنا ازاي نقدر نعمل نحدد اللوج سايز، نحدده منين؟ بنيجي من هنا اهو الويندوز ديفندر، شايفين اللوج سيتنج دي اهو، هنا بتقول له اللوج حجمه كام، هو بيقول هنا خليه 16 ميجا، خليه 16 ميجا خلاص. وفي اوبشنين تانيين، حاجه اسمها لوج دروب باكيتس ولوج سكسسفول كونكشن. يعني ايه لوج دروب باكيتس ولوج سكسسفول كونكشنز؟ طبعا هنحدد اللوج ده زي ما بنقول على مستوى الدومين والبرايفت والبابليك نتورك خلاص، وهنفعل الاوبشنين دول. يعني ايه لوج دروب باكيتس ويعني ايه لوج سكسسفول كونكشنز؟ يعني احنا بنتواصل مع بعض ازاي في الشبكه، عن طريق ان احنا نبعت بيانات او حاجه اسمها داتا باكيتس بتتبعت من والى الاجهزه. فهو هنا بيقول لك خلي الفاير وول يلوج اذا كان في داتا باكيتس وقعت او الاتصال اتقطع، خلينا نقول كده بشكل ايه، الاتصال اتقطع، خلي الفاير وول يسجل المعلومه دي. طب انا بعمل كده ليه؟ عشان اقدر لو حصلت مشكله ارجع للفاير وول يقول لك مثلا ايه الاتصال ما بين المكنه والمكنه دي اتقطع، فاروح انا اشوف الفاير وول ابص في اللوج اتقطع ليه وابتدي احلل. فاللوج دروب باكيتس دي مهمه عشان لو حصل مشكله اقدر ارجع لللوجز بتاعه الفاير وول واعرف الباكيتس دي وقعت ليه خلاص، الاتصال وقع ما بيني وما بين المكنه دي ليه. الفاير وول بيسجل الكلام ده، ده لوج دروب باكيتس. ولوج سكسسفول كونكشنز يعني لو الفاير وول مثلا سمح لجهازين يتصلوا ببعض، ما هو الفاير وول ده بوابه قلنا بيعدي من بره لجوه من جوه لبره، انا عايز اسجل بقى الاتصال بقى، حصل اتصال الفاير وول فعلا عمل او نجح في ان هو يوصل الاثنين ببعض، عايز اسجل الكلام ده ليه بقى؟ عشان ارجع بعد كده في المستقبل لو حصل اختراق على سبيل المثال، نفترض ان هاكر عرف ان هو يعدي الفاير وول ويتصل بمكنه جوه، يبقى لازم الفاير وول يسجل الكلام ده عشان اقدر اعرف الاختراق تم الساعه كام وتم ازاي، يبقى لازم لوك سكسسفول كونكشنز. او العكس لو حب ان هو يتصل بالمكنه جوه او يحاول يهاك المكنه والفاير وول عمل له بلوك لازم برضه يتسجل. فده الكلام ده كله موجود، هعمله هنا وهنا وهنا في الثلاثه دول. طيب ده شيء ممتاز جدا جدا جدا، ادي هنا ايه عندنا وزاره الدفاع الامريكيه بتقول كده اهو، ده على مستوى الدومين وعلى مستوى البرايفت ومستوى البابليك. طيب خلينا نمشي كده برضو، دي هنا بيقول لك تعمل بلوك للانباوند كونكشنز على البرايفت، دي احنا قلنا عليها، والاو اوت باوند كونكشنز على البرايفت دي برضو قلنا عليها، لوك سايز على البرايفت قلنا عليها، دروب باكيتس على البرايفت قلنا عليها، بلوك سكسسفول كونكشنز على البرايفت قلنا عليها، على البابليك بلوك انباوند على البابليك ماشي، وقلنا اوت باوند على البابليك ماشي، وقلنا ادفانس سكيورتي. هي بقى دي النقطه الجديده في الموضوع، هنا بيقول لك ايه على البابليك تحديدا الحته دي خلاص. في هنا اوبشن موجود لو جينا هنا اهو كده ورحنا على البابليك، هو موجود في الثلاثه بس هو انا عايزه في البابليك بس. هنا بيقول لك ايه لو جينا هنا اهو، معلش لو جينا في الحته دي حاجه اسمها ميرج رولز خلاص. طيب افرض ان انت دلوقتي اللابتوب بتاعك ده انت مظبط الفاير وول على شويه اعدادات خلاص، انت مظبطها بايدك خلاص، وانا عندي في الشبكه مظبطها باعدادات تانية بشكل تاني، على الفاير وول مظبطه جوه الدومين بطريقه وانت مظبطه عندك في البابليك او في بيتك بطريقه. هنا في اوبشن بيسمح بدمج الاثنين مع بعض خلاص، في اوبشن جوه الفاير بيمسح بدمج الاثنين مع بعض، انا هنا بقول له لا، كل اعداد لوحده، لما تبقى في بيتك باعدادات الفاير وول ظبطها زي ما انت عايز، بس لما تخش شبكتي تشتغل باعداداتي انا. فهنا ابلاي لوكال فاير وولز دي هتقول له نو، لا انا مش عايز ميرج، ما تقول له لا لو سمحت ما تعملش دمج ما بين الاعدادات بتاعتي في بيتي والاعدادات بتاعت الدومين.
ونفس الشيء برضو اللي ايه اللوكال كونكشن سكيورتي. لو انا مظبط الفايروول ان هو يقبل كونكشنز وانا في البيت بطريقه وانا جوه الشبكه بطريقه، يبقى هنا باختصار يا جماعه بقول له لو سمحت، لو انا عامل اعدادات للفايروول جوه شبكتي جوه الدومين بطريقه واليوزر عامل اعدادات للفايروول بتاعته بطريقه تانية في بيته، ما تدمجش الاثنين مع بعض، ده في حته وده في حته، انا ماليش دعوه بيه. خلاص، فدي نقطه مهمه جدا جدا. نفس الحوار بس ده هنا ده البابليك بس، مش هنعمل ده في البرايفت ولا في الدومين، بس اعتقد هي مناسبه انها تتعمل في الاثنين برضه، في البرايفت وفي البابليك وفي الدومين، هتمشي معانا الحته دي. طيب نيجي دلوقتي ليه نكمل ايه دي دي، وقلنا دي هو الراجل بيتكلم على فين دي بالنسبه، ماشي ادفانس قلنا دي تمام، وقلنا عليها بالنسبه للرولز وبالنسبه للفايروول، واللوك سايز بالنسبه للبابليك قلنا عليها، والدروب باكيتس قلنا عليها برضو، والسكسسفل كونكشنز قلنا عليها برضو، واخر حاجه الانباوند اكسبشنز قلنا عليها ان احنا في حاله الدومين بنسمح بحاجات معينه بس هي اللي اقدر انها تتصل عليا من بره. خلاص، طيب عايزين نراجع كل اللي قلناه ده، يعني انا واضح ان في ممكن تكون في شويه لعبك. انا جيت دلوقتي وزاره الدفاع الامريكيه قالت لي باختصار الويندوز فاير وول عايزك تظبط لي فيها شويه حاجات. خلاص، يبقى هنعمل ايه؟ بصوا بقى كده، هروح رايحين هنا كده ونفتح جروب بولسي، هننفذها عن طريق جروب بولسي، هنفتح كده هنقول له ويندوز ديفندر فاير وول، قال لك اعمل له ابلاي على الدومين خلاص وعلى البرايفت وعلى البابليك، هنعمل هنا ده التلاتة، وبعدين الانباوند هيقول لك بلوك هنا اهو وبلوك هنا اهو وبلوك هنا اهو. طبعا احنا قلنا ان ده له اكسبشنات او له هنا شويه استثناءات في البي دي اف اللي شرحناها هنا او في البتاع في الاكسل اللي احنا عملناها هنا. خلاص، طيب نكمل، وبعد كده في ايه؟ ماشي، نيجي نكمل كده. بعد كده في ايه؟ هنيجي في الاوت باوند هنسمح بيه كله خلاص، وهنا اهو هنسمح بيه كله خلاص، وهنا اهو هنسمح بيه كله خلاص. طيب بالنسبه لللوك سايز هنيجي هنا اهو ونحدد الحجم من هنا اهو، ونعمل دي يس وهنعمل دي يس خلاص، الاثنين لوك دروب باكيتس ولوك سكسسفول باكيتس، هنا وهنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء. خلاص كده، طيب هنيجي بس الفرق هنا وحيد بالنسبه للبابليك، الحاجه الوحيده اللي هنا ان احنا هنيجي في حته السيتنج دي، ده بس في البابليك بس، وهنعمل دول خلاص، هنعملهم نو ونو في الحته دي بس. خلاص كده، ده بالنسبه للبابليك بس، هو ما قالش لا للبرايفت ولا للدومين، مش هنعمل الحته دي لا هنا ولا هنعملها هنا، هنعملها بس في البابليك. طيب هل ممكن نعمل اللعب ده كله في كل اللي قلناه ده كله مش من هنا اهو من الجروب بوليسي؟ ممكن تعمله من الريجستري. هتعمله منين؟ هقول لحضراتكم. تيجي في الريجستري كده هنا اهو، شايفين الحته دي، عايز افتح مثلا الفاير وول على الدومين او البابليك او البرايفت، بتيجي هنا اهو في الحته دي تقول له بابليك بروفايل مثلا انيبل فاير وول، خلاص اهي دي هنا تبقى خاصيه واحد معنى كده انها مفتوحه، لو صفر يبقى مقفول. نفس الشيء بالنسبه للدومين. خلاص، فانت ممكن ان انت تنفذ اعدادات الفاير وول دي اللي هي بتاعت وزاره الدفاع الامريكيه عن طريق جروب بوليسي او عن طريق ريجستر، بس طبعا يفضل عن طريق جروب بوليسي. تمام، فده باختصار يا جماعه الجزء الخاص بتوصيات وزاره الدفاع الامريكيه لتقويه اعدادات الويندوز فاير وول. هو بيقول لك فعلوا على كل الناس، فعلوا على الدومين بروفايل والبرايفت بروفايل والبابليك بروفايل، والانباوند كونكشنز اقفلها تماما رغم ان انا قلت ليها استثناءات، والاوتباوند كونكشنز اسمح بيها كلها خلاص، واللوج اعمل حك تحكم في اللوج سايز بتاع الفاير وول خلاص كده، والدروب باكيتس تتسجل، والسكسسفول كونكشنز تتسجل خلاص كده، وعندك ايه كمان؟ عندك انه ما تسمحش بدمج الرولز بتاعت الفاير وول. لو انا في بيتي عامل الفاير وول بطريقه وانت عامل الفاير وول عندك في الشبكه في الشركه بطريقه، ما تدمجش الاثنين دول مع بعض. خلاص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا جرس التنبيهات، وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امرا مني. يا جماعه اللي حاسس ان هو بيستفيد من الماده دي وعايز يستزيد منها عن طريق ان هو ياخد كورس خاص مقابل مادي معايا، يتواصل معايا على صفحتي على الفيسبوك اي تي فيجواليزر، او يتواصل معايا على قناتي على التليجرام اي تي فيجواليزر، او يبعت لي ميل شخصي على الميل بتاعي kareem.rauf@gmail.com kareem.rauf@gmail.com، او يكلمني على الواتس، هيلاقي الواتس بتاعي على صفحتي على الفيسبوك اي تي فيجواليزر. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معلش يا جماعه نسيت اقول لكم حاجه بخصوص الانباوند كونكشنز. قلنا ان في بعض الاستثناءات ان انا اسمح بانه يحصل ان افتح الريموت على المكن وان انا افتح الفاير شير. طب اعمل الكلام ده منين؟ بتيجي هنا على الجروب بوليسي، تمام، في الحته بتاعه الانباوند رولز، وبعدين تقول له رايت كليك وتقول له نيو رول، تمام، وبعدين تقول له بري ديفايند. خلاص هنا تقول له بري ديفايند. هنا اهو هتلاحظ، فاكرين لما جيت قلت لكم ريموت ديسكتوب دي هتتفتح من هنا، وهتلاقوا مثلا حاجه اسمها ريموت سكيدول تاسكس، دي برده هنا اهو. يعني بصوا يا جماعه لو جينا فتحنا هنا اهو، فتحنا ال بي دي اف دي، هنا اهو. انا بص يا جماعه انا قلت لكم بعض الاستثناءات اللي هو عايز افتح مثلا على الانباوند رولز الكونكشنز اللي جايه لي من بره الويندوز مانجمنت انسترومنت، افتحها منين على الفاير وول؟ بتيجي هنا اهو وبتفتح كده اهو، هتلاقي تحت في حاجه اسمها ايه اهو، ويندوز انسترومنت، ثواني يا جماعه، اسمها ويندوز مانجمنت انسترومنت اهو، وهتلاقي في حاجه اسمها برضو ريموت سكيدول تاسك. لو جينا هنا اهو لو تفتكروا ريموت سكيدول تاسك والفايل اند برنت شيرنج، لو جينا هنا اهو على سبيل المثال نيجي نفتح كده، تمام، ادي عندك فين الفايل اهو، فايل اند برنت شيرنج، وبعدين عندك ريموت ديسكتوب، وعندك سكيدول تاسك، وعندك الدبليو ام اي اللي هو ويندوز مانجمنت انسترومنت. خلاص كل ده بتفتحه من هنا، بتعمل الرولز دي من هنا، تمام كده. لو جينا راجعنا بصينا هنا اهو، ادي دي وريتها لكم من جوه، ودي الفايل اند برنت شيرنج، تمام، والفايل اند برنت شيرنج نفس القصه، وبعدين الريموت سكيدول تاسك وريتها لكم من شويه، والفايل اند برنت شيرنج والريموت ديسكتوب. لو جينا هنا اهو فتحنا، ادي الريموت ديسكتوب، تمام. فدي اعتقد هي دي الطريقه دي، بس انا نسيت ان انا اقول لكم عليها قبل بس ما انهي الفيديو، تمام. ده كده بالظبط. وريموت سيرفيس مانجمنت نفس الشيء برضو، هتلاقوها في نفس المكان، هتلاقي حاجه اسمها ريموت سيرفيس مانجمنت. لو جينا فتحنا كده اهو ستارت وران، وبعدين الجي بي اديت، بصوا هنفتح كده تاني اهو، ونفتح ده انا بوريها لكم كده من تاني اهو كده اهو، وبعدين ويندوز سيتنج، وبعدين نفتح سكيورتي، وبعدين نفتح الويندوز ديفندر، وبعدين نفتح ده كده، وبعدين نقول له انباوند رايت كليك، ثواني كده اهو، ونقول له نيو رول، وبعدين هنقول له بري ديفايند، ونفتح هنا في حاجه اسمها ايه ريموت سيرفيس مانجمنت. بصوا اهي ريموت، فين ريموت، فين يا جماعه، ثواني، ريموت سيرفيس مانجمنت اهي، خلاص فوقيها السكيدول تاسك، ادي ريموت ديسكتوب، كل ده بجيبه من هنا. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.